تاني انا عارف انه الملف معقد وعارف انه الظروف الماديه صعبه، بس برضو تاني في موضوع بن شرقي اللي وصلنا له في تفاهم ما ولا المواضيع بعيده؟ بن شرقي لسه جاي اول امبارح قبل الماتش بيوم او يوم ليله المباراه جه، مش طبعا الوقت زحمه وقليل وليل ضيق جدا، فان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بن شرقي بعد مباراه المقاصه او بعد ما في الفتره بتاعه الراحه دي نقدر نتكلم معاه. لكن هو عقده لسه فاضل له سنه ونص كمان، او يعني في السنه والمباريات المتوقعه من الموسم ده. ايوه صحيح، فمش عايزين نبقى مستعجلين يعني. واحنا بنشوف التوقيت بتاع تجديد العقود يعني، برضك احنا لينا رؤيه، ما ينفعش ان انت احنا بنقرب المسافات في الـ في الـ في, الـ في الملعب في التعاقدات، ما تقدرش تنتج لعيب بيلعب جنب والاثنين بتطلب منهم الاداء وتطلب منهم نفس الجهد، ان واحد مثلا بيلعب وبياخد مثلا رقم مثلا 8 وواحد تاني بياخد رقم 2 او 3، ما ينفعش، لازم نقرب الارقام لازم طبعا. بس النقطه دي يا كابتن فاروق اسمح لي معلش اسال يعني ادردش معاك فيها بشكل فني حتى كمان عشان ما اسببلكش حرج. ما هو برضو لو احنا بنتكلم في فرقه فيها كابتن فاروق جعفر وبيلعب فيها ابراهيم فايق، اكيد الكابتن فاروق جعفر مع ابراهيم هيبذل مجهود وهيعرق وهيتعب، بس اكيد الكابتن فاروق جعفر هياخد قيمه تساوي قيمته. تمام. واكيد ابراهيم هياخد قيمه تساوي قيمته. طبعا. لذلك مثلا هتلاقي في برشلونه ميسي بياخد رقم غير اللي بياخده بوسكيتس. بس ده احتراف يعني، يختلف عن الاحتراف ده. او بلاش كده، هتلاقي تير شتيجن بياخد رقم غير اللي بياخده بوسكيتس. يعني اقصد انه هيبقى في اختلافات في طبعا اكيد مين بس مين؟ ما تبقاش كبيره. احنا ما بنتكلمش على احتراف ان مفيش. انت بتتكلم دلوقتي انت ما عندكش موارد. وانت لو احنا هنتكلم كده، طب انت هتجيب الموارد دي منين؟ فانت بحاول بقدر الامكان تقرب المسافات من بعض. وانت عارف اللعيب المصري دايما بيفكر، عايزين اللعيب المصري عايز يقول انا موجود وعايز يبقى نفسيا ومعنويا بشكل بس كويس. بس الناس تتقبل ثقافه انه اللعيبه لازم يبقى في ارقام مختلفه، مش كويس ارقام يعني ارقام لازم مختلفه. النجم ياخد برقم، تمام معاك، تمام، وفي واحد اقل شويه، تمام، وكل واحد يبقى باصص في تمام في معاك يعني. معاك، ولكن انت ما بتكلم ما بتلاقي الارقام بعيد عن بعض. دي ممكن في اوروبا، ممكن في, في في اي دوله. احنا النادي عندنا خارج من ازمه طبعا ماليه، فانت بتحاول بقدر الامكان. برضك اللعيبه دي كان بقى لها 6 7 اشهر ما كانتش بتقبض. يعني بتكلم بصراحه يعني. اللعيبه كانت قعدت فتره وكانوا رجاله وكانوا يعني والواحد بيشجعهم ويقول لهم انتوا طبعا رجاله، ان انتوا ما كانش حد بيكلم بيقول احنا ما بنقبضش، ما حدش كان بيطلع لفظ يقول على النادي كلمه يعني. برضك دي تحسب اللعيبه طبعا. لكن عشان كده احنا عايزين، بص دايما يعني حتى انا ما بشتغل في التدريب دايما اول حاجه افكر فيها ان اللعيبه دي تحس ان هم واحد. ايوه، ما تحسش ان كل واحد بيبص للتاني ان هو احسن منه. وكل واحد بينه وبين نفسه هو احسن لاعب. ويقول لك انا مظلوم ما باخدش الفلوس. هو هتلاقي الظلم حاجتين، لما بيلعبش لما بياخدش فلوس زي زميله. أيوه. فانت تحاول بقدر الامكان، ما دي خبراتك بقى. أيوه. ان انت تتعامل مع اللعيبه ان هم كلهم واحد، اول المسافه قريبه، واللعيب على فكره بيحس بالجماهيريه، كل واحد بيبقى شعبيته بالظبط. تاني واحد ما بتيجي انت حتى في المقابلات على المستوى مثلا العام هتلاقي النجوم بيبانوا بالزبط. وهنا تقييم النجم. الناحيه الثانيه انت ما تقدرش في الظروف اللي احنا فيها التفضيل في النواحي الماديه ما تبقاش كبير.